النهارده خبر خاص معانا لصباح دريم عن مشاورات لعوده الدراسه بجميع كليات جامعه العريش بعد التوقف خلال الفتره اللي فاتت. طيب الخبر ده اعلنه لنا الدكتور حبش النادي رئيس جامعه العريش، وقال انه في مشاورات بتحصل دلوقتي عشان عوده جميع اعضاء هيئه التدريس وكمان الهيئه المعاونه والعاملين وجميع طلاب الجامعه للدراسه خلال الايام اللي جايه. كان في خبر بيتكلم عن ان بالفعل عادت الدراسه، هي الدراسه لم تعد، لكن في مشاورات خاصة بإعادة الدراسة، وطبعا هي توقفت في جامعة العريش من فبراير الماضي، وده نظرا لبعض الظروف الأمنية اللي حصلت، وده طبعا في ظل كمان العملية الشاملة سيناء 2018 والجهود اللي بتبذل في العملية سيناء 2018 من القوات المسلحة ومن الشرطة المصرية، أجهزة إنفاذ القانون، أجهزة الاستخبارات المصرية، كل الحاجات دي وكل الأجهزة دي بتتضافر جهودها في الفترة دي منذ بدء سيناء 2018 ولحد دلوقتي في القضاء على البؤر الإرهابية. طيب لما نعمل ربط كده بين الموضوع الخاص بالجامعات والدراسة وبين البؤر الإرهابية، هتلاقي حضرتك هو الإرهاب لما بيضرب مكان أو بيضرب منطقة هو بيعطل كل حاجة فيها، بيعطل الناحية الاقتصادية تماما، بيعطل التعليم، بيعطل الصحة، بيعطل حاجات كتير. فأنت لما بيكون عندك منطقة فيها تجمعات إرهابية، وده اللي بيحاول بقى اللي بتحاول الدولة المصرية القضاء عليه وتطهيره تماما لخدمة المواطنين، مش بس لتطهير الأرض من الإرهاب والقضاء على البؤر الإرهابية، لكن كمان عشان الحياة تستمر، عشان مشروع التنمية اللي اتكلمنا عنه الخاص ب 2022 تنمية الشاملة لسينا، مصر بتتوجه لسينا توجه جديد، كل الناس اللي عدت على مصر أو كل القيادات اللي عدت على مصر قيادات سياسية كان في محاولات عندنا لإحياء منطقة سينا وإيجاد منطقة صناعية وتجارية مختلفة بعيدا عن السياحة بس، لكن مصر بتتخذ حاليا خطوات جادة جدا في الملف ده. نرجع مع حضراتكم وأفكركم أن عندنا مشاورات بخصوص عودة الدراسة. معانا عبر الهاتف الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش. صباح الفل يا دكتور. صباح النور جمال. صباح الفل، منورني يا دكتور، وخليني أعرف من حضرتك بقى التفاصيل الخاصة بالمشاورات بخصوص عودة الدراسة إن شاء الله قريبا. وما الموضوع كله ما زال قيد التنسيق والمشاورات مع القيادات السيادية العليا والقوات المسلحة والأجهزة الرقابية، هم اللي بيقيموا، هم يدونا الصورة النهائية والوضع النهائي. لغاية حتى اللحظة وحتى الآن ما فيش فيه أي جديد من تحديد موعد نهائي لعودة الدراسة إن شاء الله. تمام. القيادة العليا الوقت الكلمة العليا للقيادة السيادية والقيادة السيادية والقوات المسلحة المصرية. تمام، يعني الأخبار المتعلقة بخصوص عودة الدراسة دي مش دقيقة. لسه لم يصدر بقى أي قرار، ومحدش قال إن في قرار بكرة ولا بعده ولا بعد شهر ولا بعد العيد. لسه لم يصدر، لان ده بيتوقف على العمليه العسكريه الشامله اللي موجوده. تمام، يعني ما فيش لحد دلوقتي نقدر نقول حاجه دقيقه بخصوص عوده الدراسه ولا حتى معلومات اوليه. لا خالص نهائي. طيب انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ونورتنا الدكتور حبش النادي رئيس جامعه العريش. طيب بنجيب مع حضراتكم دايما الحاجات اللي ممكن تكون فيها بعض الاثاره للجدل. كان في اخبار عن عوده دراسه بجامعه العريش وبدء الدراسه فعليا. رئيس جامعه العريش اكد ان هو في مشاورات موجوده وفي مداولات بخصوص عوده الدراسه، لكن حتى الان لم يصدر اي قرار نهائي او حاسم بخصوص الموضوع ده، وما فيش معلومات دقيقه عن وقت صدور القرار او عن عوده الدراسة، وإن الموضوع مرتبط بالرؤية السياسية للدولة والرؤية الأمنية في المنطقة هناك، ومرتبط بالعملية سيناء 2018. أدي الإرهاب بيعطل كل حاجة، ومصر يعني بتقضي على الإرهاب والتمركزات الإرهابية. إن شاء الله نسمع مع حضراتكم قريبا البيان الأخير للعملية الشاملة سيناء 2018 وعودة الأمور إلى نصابها الصحيح في سيناء بإذن الله. بفكركم إن العملية سيناء 2018 مش بس في منطقة سيناء، لكنها مستمرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية في تأمين المنشآت الحيوية والمهمة. ربنا يحفظ بلدنا إن شاء الله.